هؤلاء الشباب من ولاية غليزان جمعه موقع تواصل الاجتماعي الفيسبوك للمشاركة في عملية تنظيف مقبرة سيدي عبد القادر، وهذا بالتنسيق مع فريق من المسعفين المتطوعين. رانا واقفين هنا باه نقوا مقبرة الإسلامية اللي عندها بزاف اللي ما زالت تنقى. مجموعة تاعنا رانا واقفين هنا، رانا مقسمين فريقين، فريق تاع القارورات وفريق تاع الأحشاب. رانا في العمل توجور، رانا كل جمعة رانا هنايا. مسعفون متطوعين من ولاية غليزان مع مجموعة مازال خير في بلادنا. اليوم قمنا باليوم الجمعة بحملة تطوعية بتنظيف المقبرة. كما راكم تشوفونا المبادرة هذه مادا بينا تكون مستمرة، ومازال كاين كما نقول لك الخير في بلادنا إن شاء الله. هذه الحملة لقيت استحسان العديد من الوافدين على هذه المقبرة التي تبقى في حاجة إلى مثل هذه الحملات من أجل تطهيرها من بقايا الحشائش اليابسة التي أتت على مساحات واسعة منها، الأمر الذي أصبح يصعب مهمة زائرها في التفريق بين القبر والآخر. الله برب نشكروا هذا الشباب هذو اللي منهم إناث وذكور، ونحطوا هذه الجمعيات الولائية والسلطات الولائية بوضع خطة لهذه الأوساخ هذه. والله يحفظ هذه الأولاد اللي هم ينقوا في البلاد، وكي والله ينقي القلوب مع البلاد. هي مبادرة رائعة تستحق الإشادة والتنويه، خاصة عندما تكون من طرف مجموعة من الشباب. هي أولا رسالة قوية للسلطات المحلية على أن تتحرك سريعا لتنظيف هذه المقبرة، خاصة وأنها كبيرة الحجم، كما نعلم أن فيها 14 هكتار، يعني هي تحتاج إلى معدات ضخمة وكبيرة لتنظيف هذه المقبرة. ورغم قدوسية هذه الأماكن إلا أنها لا زالت مهملة، سواء تعلق الأمر بانتشار القمامة والأوساخ أو الانتهاك الذي تتعرض له بعض القبور من خلال طقوس السحر، وهذا بسبب غياب الوازع الديني.